لو الحكاية فيها إن فيديو. شوف إحنا بالنسبة لنا مهرجان اليتيم. إحنا مش بس متواجدين في القاهرة، إحنا متواجدين في 10 محافظات أخرى. زي ما انتم شايفين هنا حوالي 500، وفي المحافظات برضو بيبقى بين 300 و400 كل محافظة. كل بيحتفلوا بأولادنا اللي زي ما انتم شايفين كلهم سعداء ومبسوطين. احنا بدينا هذا التقليد من تقريبا 2010، وابتدينا بعدد محدود من الجمعيات. كنا بنوصل مثلا 100 120 130، كل سنة بنزود في المحافظات، بنزود زي بقول وصلنا العشرة دلوقتي. الهدف منه زي ما انتم شايفين ان اولا بجمع اكبر عدد من الجمعيات، يعني ما بناخدش جمعية واحدة او اثنين، لا، ومن حتت مختلفة، من العشوائيات، من المدينة، من في القرى، ثم بيقضوا اليوم كاملا من الصبح لاخر النهار، كله بيتفاعل مع بعضه، فطار وغدا والعاب، هدايا، مسابقات، بنعيش الاطفال في يوم مختلف. يعني حتى لما بييجوا نقول خلصنا الساعه 5، الاطفال مش عاوزين يمشوا. انضم لنا السنه دي لاول مره الطلبة اللي احنا مؤسسة بنك مصر او بنك مصر مديهم منح دراسية. احنا يعني في جامعة النيل بنرعى الطلبة المتفوقين، ولازم يتنوهم متفوقين. السنة دي قلنا لهم ما تيجوا تشاركونا، وفعلا رحبوا كده وكلهم متواجدين فرحانين وهم بيلعبوا الاطفال. فاللي انا عاوز اقوله ان طبعا الطفل بيجي يقضي يوم جميل، ياخد هدايا، بيعيش مع اخرين، احنا بنعيش معاهم عشان يحسوا ان احنا وسطهم واولاده. وان شاء الله كل سنه هيبقى العدد اكبر وعدد المحافظات يكبر، ودي بنفتح حاجه بنفتخر بيها من نشاطات مؤسسه بنك مصر اللي هي تبع البنك.